من فطر صائما كان له مثل أجره. الله أكبر. يعني هذا من الأمور البسيطة جدا. في أحيان عمال موجودين، في ناس اللي قاعدين يشتغلون في المحلات التجارية هذا ما عنده وقت أصلا يسوي له فطور. لو أنك سويت فطور حق اثنين ثلاثة لك أجر ثلاثة. فالمعنى أن الإنسان لابد أن يفكر في منفعة. أنت اليوم عندك خير الحمد لله، عندك الله رازقك، ليش ما تستفيد في طاعة ربك عز وجل؟ ليش ما تستفيد؟ الآن قاعد ترصد أنت في البنك، رصد في الآخرة، لأن ترصيد الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، كان في رمضان أجود ما يكون عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأن رمضان هذا فيه النفوس تواقة لعمل الخير والطاعة. فلذلك الإنسان لما يقول فطر صائما، من فطر صائما، أحيانا ساعد اللجان الخيرية الآن تفتح أبوابها، يقول فطر صائم بنص دينار، بربع دينار، بدينار، بأي كان المبلغ. لكن أنا لما أقدم هذا معناته أن هذا الصائم اللي فطرته لي مثل أجره، يعني كأني صمت رمضان مرتين لأني فطرت صائم واحد. فكل ما أكثرت في ذلك والحمد لله والخير ونعمة وفضل من الله عز وجل، والله يعوض يعوض هذه النفقة وما نقص ماله من صدقة.